السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. معاك الدكتور أحمد عور رئيس قسم العظام. أهلا فيك يا دكتور أحمد، سعداء بشوفتك ومعرفتك. أهلا بحضرتك، يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. احنا تشرفنا بيكو. الله يبارك فيك يا دكتور أحمد، شرف لنا. الله يبارك فيك، يرضى عليك. وإن شاء الله في تعاون كده لصالح المرضى إن شاء الله. يا كريم يا كريم. يا مساك. صالح رجليهم. سأل عبد الرحمن. أهلا وسهلا. جاهزين؟ ما في، خلاص ما عاد في أحد من جهتكم؟ أنا جاهزين جاهزين، كل المجموعة جاهزة. الله يطول بعمرك، ربي يسلمك. معنا معنا الدكتور بسام مدير الطبي. حياك الله يا دكتور بسام، صباح الخيرات على الجميع. والدكتور زياد رئيس قسم الأطفال والمواليد اللي هو النيو نيو نيتا، والدكتور عبد الرحمن نائب المدير الطبي، والدكتور رميش أخصائي عندي في العظام. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم جميعا. أنا شاكر لكم جميعا يعني لحضوركم وتخصيص وقت للاجتماع هذا، لعلها إن شاء الله تكون في الأخير يعني ثمرة يقطفها الجميع، نقطفها إحنا ونقطفوها أنتم، يقطفونها المرضى بالذات، وتكون فائدة إن شاء الله عامة بإذن الله. الاجتماع هذا هو الثاني، إحنا سبق اجتمعنا مع مديريات صحية في السابق وعطينا مقدمة بسيطة عن المرض. أتوقع يا دكتور أحمد أمثالك غنيين عن مقدمات مثل هذه، لكن إحنا الخلوع الولادية في المملكة فيها إشكالية كبيرة. المرض ما هو بالسهولة اكتشافه في الصغر، وهذه هي الفترة الذهبية لعلاج الأطفال. والإخوان في الاجتماع السابق كان عندهم طموحات عالية جدا بإنشاء برنامج مسح على مستوى المملكة لاكتشاف الحالات هذه بدري وعلاجها بالعلاج البسيط اللي يعطي نتائج عالية جدا. عفوا الكلام العربي، ما في إشكالية للجميع؟ نعم. فاللي حصل انه طبعا انا اشوف انه برامج المسح هذه الوطنية تحتاج لتخطيط كبير وتحتاج لتكاتف جهود عالي جدا، والمأساة اللي يعيشونها الاطفال في المملكة الان بالخلوع الولادية ما اظنها تنتظر مشاريع بالضخامة هذه. فاحنا قلنا على الاقل نبدأ بمشروع متوسط يحاول يعالج المشكلة القائمة الان، ومن ثم تكون نواة إن شاء الله لابتداء مشروع وطني للمسح واكتشاف الحالات هذه والتحويل للجهات اللي تعنى بالعلاج والمتابعة. فمبدئيا يعني أنا أشوف الوضع الراهن وضع غير مقبول تماما. احنا تواصلنا مع جماعة دكاترة في حفر الباطن، دكاترة في تبوك، دكاترة في جدة، في الدمام، في كل مناطق المملكة، قائمة الانتظار لعمليات الخلوع الولادية تصل إلى سنتين تقريبا. وهذا أتوقع الدكتور أحمد عون يعرف أنه ما هو في صالح الطفل نهائيا. إذا كان الطفل عمره سنة واحدة وتسوي له العملية عمره 3 سنوات وأربع سنوات، العملية تكون أصعب والناتج النهائي الوظيفي للعملية يكون سيء. فلذلك احنا فكرنا أنه هذا المرض يجب أن يجد، أو الأطفال اللي عندهم هذا المرض يجب أن يجدوا قنوات أسهل للتشخيص وللعلاج. من واقع تجربة شخصية، المناطق اللي تعاني من كميات كبيرة من المرض هذا أو الحالات هذه هي تقريبا من المثلث من الرياض وانت رايح شمال، القصيم، حايل، القريات، عرعر، هذه المناطق، وهذه المناطق مزحومة بالحوادث والحوادث ما تترك مجال للعلاج الحالات هذه قد يكون، وقد يكون انه برضو ما توجد خبرات متفرغة بالكامل لعلاج الخلوع الولادية. فلذلك يعني احنا اقترحنا آليتين للعمل لتسريع العلاج الجراحي للأطفال بالخلوع الولادية في المناطق هذه بالذات اللي فيها ضغط كبير. الآلية الأولى احنا سميناها الحزمة التشخيصية العلاجية المتابعية، وهذه الحزمة راح نتعاون احنا في مستشفى التخصصي مع المستشفى المهتم بتمرير هذا المشروع من خلال عيادة مشتركة. العيادة المشتركة هذه يأتي فيها 6 مرضى جدد عندهم اشتباه وجود الخلوع الولادية، ويتم التشخيص المشترك للحالات، والحالات اللي تحتاج مساعدة جراحية من فريقنا الطبي في المستشفى التخصصي
توضع زيارات جراحية مجدولة شهريا، بحيث أنه توضع في القائمة من حالتين إلى أربع حالات. ومن ثم يعود طبعا الأطباء العظام اللي موجودين في المستشفى راح يشاركون في العمليات، وراح يكون لهم دور كبير في إجراء العمليات هذه والعناية بالأطفال. وتدريجيا راح يكون يعني في انسحاب تدريجي للطاقم الطبي من التخصصي، بحيث أنه الطبيب يمتلك الخبرة الكافية لعلاج المشاكل هذه، ويكون المركز مستقل ووحدة تستطيع استقبال الحالات من المناطق المجاورة. هذه هي الحزمة الأولى. طبعا الحزمة هذه تستلزم وجود غرف عمليات ومخدرين لهم خبرة بتخدير الأطفال، لأن الأطفال هذول أعمارهم سنة، سنة ونص، سنتين، مع نسبة نزيف، مع عملية تقريبا تستغرق حوالي 3 ساعات. فإذا الإمكانيات هذه متوافرة موجودة، يكون المركز مؤهل للحزمة هذه اللي هي التشخيصية العلاجية المتابعية. إذا الإمكانيات هذه غير موجودة راح نلجأ للحزمة الثانية، وأنا أتوقع معظم المراكز اللي نتواصل معاهم راح يكونون في الحزمة هذه، اللي هي الحزمة التشخيصية التحويلية والمتابعية. اللي حاصل الآن أن هذول الأطفال لما ينشافون في المستشفيات المذكورة في المناطق هذه، يتم تحويل الطفل على وجه السرعة من المستشفى حرصا على صحة الطفل، وترسل التحاويل لكل المستشفيات. خلينا نقول نضرب مثال، مثلا منطقة بعيدة جدا جدا مثل القريات مثلا، يرسل التحويل، يجي قبول من التخصصي، الموعد في التخصصي راح يكون بعد شهرين. العائلة في الغالب حاجة تذاكر ومسافرة من القريات للرياض، ماخذين إجازة، مخلين أولادهم برا المدارس لأن ما حد يعتني فيهم، ويجون على أنهم بيسوون العملية عندنا في الرياض. طبعا احنا مستحيل علينا كجراحين أن نسوي عملية الحالة ما شخصناها بأنفسنا احنا. فيجي المريض للعيادة الأولى، نسوي له أشعة ونشخص المريض، ثم نقول طفلك عنده خلع ولادي يحتاج العملية، ونعطيه موعد العملية بعد 6 شهور 8 شهور. يجي المريض للمرة الثانية للعملية، نسوي له العملية، ثم يظل يتابع في التخصصي لإزالة الجبس وتغيير الجبس، فيستمر تقريبا في زيارته للرياض لمدة تقريبا حوالي 3 سنوات 4 سنوات. هذه فيها حمل كبير على العوائل، فيها ضغط على الشؤون الصحية، وماديا ما هي ذات جدوى عالية. فاحنا فكرنا في الحزمة هذه التحويلية، انه يتم التشخيص المشترك في العيادة المشتركة، مثل ما هي الحزمة العلاجية، تكون عيادة مشتركة بيننا وبينكم، نشخص الحالات سوية ونتفق على العلاج، والحالات اللي تستدعي الجراحة نشرح للأهل بالطريق المباشر عن العملية، فوائدها ومضاعفاتها، ونأخذ الموافقة الطبية من الوالد في العيادة المشتركة هذه. وبعدين يتم قبول المريض في التخصصي، يفتح له ملف ويجي مباشرة على التنويم. الطفل يجي مباشرة على التنويم، ما يجي على العيادة، تنعمل له العملية، بعد يومين يرجع لمدينته ويكمل المتابعة هناك تحت إشراف جراح العظام في المستشفى، وكمان في العيادات المشتركة، بحيث نحن نشوف الأشعة مع بعض، نشرف على تغيير الجبس مع بعض، فنكون اختصرنا مسافة طويلة على الأهل، على الشؤون الصحية، على الدولة عموما. وإذا كانت هذه القنوات واسعة ومفتوحة، وإحنا استطعنا، إحنا قاعدين نحاول نحصل على وقت إضافي للعمليات لهذا المشروع، بحيث أنه يكون لهم يوم مخصص في الأسبوع للخلوع الولادية، قائمة الانتظار للعمليات هذه اللي كانت تتجاوز 6 شهور 8 شهور راح تقل إلى 1 أو 2 شهور تقريبا. والدكتور أحمد يوافقني أنه هذا شيء صحي جدا لهؤلاء الأطفال، أنه ما تتأخر عملياته. فهذا تقريبا بشكل موجز ما نستطيع نقدمه إحنا لهذا المشروع. إما حزمة فيها العلاج، بحيث أنه يكون فيه إمكانيات تستطيع تستوعب العمليات هذه، وجراحين عظام مهتمين بهذه العمليات يبغون يكتسبون الخبرة فيها، وإحنا على أتم استعداد أن نعطيهم ما يريدون. أو الحزمة التشخيصية التحويلية، بحيث أن نقتصر المتابعات من 10 متابعات إلى متابعة واحدة، ونقتصر مدة الانتظار للعمليات من 8 شهور إلى 1 أو 2 شهور تقريبا. فهذا اللي حبيت أقوله بإيجاز، وأترك الرأي لكم بداية من المدير الطبي إلى بقية الزملاء. تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لكم كل الشكر على هذا الاهتمام. طبعا هي خطوة أكثر من رائعة، بتسهل، بتهون على المريض طبعا معاناته، انتقال من منطقة إلى منطقة لعلاج مثل هذه الحالات، اللي ممكن يكون لها طبعا آثار لو تأخر العلاج طبعا ليست بجيدة. فنشكركم كل الشكر على هذا الاهتمام. احنا هنا جاهزين لأي شيء مطلوب مننا. ف
شاكرين ومقدرين دكتور. أترك بقية الحديث يمكن للدكتور أحمد وأخبر وأعرف مننا بهذه الأمور. احنا بس نبي التركيز يكون على أي حزمة ممكن نستفيد منها مثل ما تفضل الدكتور ثامر. الحزمة الثانية. السلام عليكم. عبد الرحمن ترى ما احتاج تغير الميكروفون، الصوت يوصل حتى للبعض. واضح جدا يعني لا تشيلوا هم. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احنا كان عندنا تجربة في موضوع الخلع ده، عملنا حوالي 3-4 عمليات هنا. ما شاء الله كلهم معديين. كان الدكتور زايد بيجينا من هو بيجي. الامكانيات هنتكلم بقى عشان نختار اني واحدة من الاثنين هنمشي عليهم. الامكانيات بتاعتنا بتاعت العمليات بالنسبة لدكاترة التخدير خضروا، اللي هو احنا عندنا مشكلة ان هو في قرار اقل من سنتين ما يتخدرش في المستشفى، لكن بالتفاهم مع طبيب التخدير خضرنا 3-4 حالات دول. في بعض الأطباء عندهم خبرات يخدروا، ده كانت مشكلة تخدير. وفي بعض الأطباء رفضوا عشان نبقى إيه واضحين، لأنه عنده قرار إن بأقل من سنتين ما تخدرش. حضرتك عارف إن إحنا معظم الحالات بنحب نعملها اللي هو سنة ونص. دي صحيح. الحالات اللي كان بيفضلها الدكتور زايد، لأن هي بتبقى عملياتها الأبسط بكتير من اللي هي بعد سنتين أو أكتر من كده. بالنسبة هنمسك حلقة يعني حاجة واحدة اللي هي التشخيص المبكر. احنا ما فيش حالة ولادة في المستشفى الا لما بيعمل لها سكرينينج من دكاترة العظام عندنا. جميل جدا. علشان نقدر نيرلي دياجنوزيس بتاع الدي دي اتش، عشان كلنا عارفين طبعا اول 6 شهور دول الجولدن تايم بتوع عشان نتفادى اجراء عمليات. جميل جدا دكتور. وبيتابع معانا، وعندنا بروتوكول للموضوع ده، ان اي حالة مجرد الاشتباه في اي حالة مش التشخيص كمان. لازم بيتابع في عيادة العظام باستمرار شهريا مع عمل الفحوصات اللي هي المفروض تتعمل. مع اسكان الترا ساوند او اسكان اشعه بعد كده، اذا كان بعد 6 شهور ولا حاجه نقدر نشخص. وبنلبسه الجهاز وبنلبسه ونبتدي نتابع معاه شهريا لحد ما نتاكد اي اشتباه، ما بنسيبهوش قبل 6 شهور. مجرد هذا شيء يبشر بخير. ده بالنسبه للدياجنوزيس. بالنسبه بقى اللي هم بيجونا متاخرين، الاولد نيجليكتد، اللي هم بعد 6 شهور او عندها سنه وشويه او حاجات زي كده. الحالات اللي اتعملت النقص عندنا، قلنا في التخدير بعض اطباء التخدير ما بيوافقوش، لكن في اطباء بتوافق، وعملنا 4 حالات ما شاء الله كلهم نتائجهم هائله جدا. الكلام ده بقى لنا 2-3 بالمتابعات، الحمد لله ما حصلش اي اي في ان او اي مشكله. طبعا الدكتور زاد غني عن التعريف. كان بيجي لنا مده يوم واحد، كنت بحضر له الحاله ببعتها له اشعاعاتها، حاجة بيني وبينه يعني بالواتس والأشعاعات. وطبعا حضرتك عارف ان سنة ونص دي سهل انك تشخصها بأشعة تبين كل حاجة يعني. صحيح. وبديله الهيستوري بتاعها والمشاكل لو عندها مشاكل، وبيجي يحضر في نفس اليوم اللي بيجي فيه، بتكون المريضة تنومت فحوصاتها جاهزة، وبتخش الأوضة العمليات، بيخش الصبح يعمل عملية او اتنين، مش دي دي اتش بس، بعض الحالات التانية فيها مثلا سيريبرال بولسي ومعها شورتنينج في التندر أكيليس، عندها شوية فليكشن ديفورمتي في النيه، بيعمل تندون ريليز، عمل عندنا كتير حالات برضو والحمد لله. فبيخش يعمل حالات، وبعد يخلص على الساعة 1-2 نكون مجهزين له حوالي 10 حالات في العيادة يكشف عليهم ويقول لنا ايه ازاي نمشي فيهم. بعض الحالات مش دي دي اتش بس، اي حالة اطفال بدياتك عموما. ده كان بالنسبة للزيارات اللي الدكتور زايد عملها، الاربع حالات. بالنسبة للغير التخدير، المشاكل اللي عندنا في العمليات ما عندناش، هي بس كان الدكتور زايد بيجيب معاه آلة واحدة حضرتك أكيد، اللي هي السبون بتاعت الأستابيولم، بيحطها في جيبه، جايبها معاها معقمة كويس. والبون جرافت حضرتك عارف البون جرافت، هو بيفتح الأستابيولوبلاست بيرفع شوية ويحط الجرافت بالويدج بتاعه، معروف غير ما يحط كي واير ولا حاجة، ما شاء الله. وكانت النتائج هايلة. دي مش عندنا، البون جرافت الارتفيشال بون جرافت ممتاز جدا، ده مش موجود. السبون بتاع الاستابلم عشان ينظف الاستابلم والحاجات دي كلها بيبقى جايبها معاه. دول الالتين، دول الالتين الوحيدين اللي ما كانوش عندنا واستعملهم عندنا في العمليات. جميل. فإن كان على الحاجتين دول اعتقد يعني سهل جدا ابدا، ما هي قضيه ابدا. يعني اللي جاي لنا يجيبهم معاه، نقول عندنا حاله كذا، ما هي قضيه ابدا. جميع الالات التانية حضرتك عارف طبعا العمليه بتبقى محتاجه، بس انا كنت بخش اساعد معاه. ويعني الموضوع العمليه دي بالذات مش محتاج، والجبس موجود، والجبس الدايناكاست موجود، سواء الجبس العادي او الجبس الثاني. ممتاز جدا. كان بيعملهم وبنتابعهم احنا في العياده، وطبعا حضرتك عارف فك الجبس وتغيير الجبس، بس بيدينا هو ايه البروتوكول اللي نمشي عليه
نعم. ازاي نعمل الفولو اب والكلام ده. الحالات كلها كويسه، يبقى عندي في النواقص، عندي طبيب التخدير لازم يكون طبيب معين، عندنا 2-3 بيشتغلوا، و2-3 على اساس البروتوكول ماشيين مظبوط، يعني بيشتغلوا بس على ماشيين على قرار ان هو اقل من سنتين ما يخدرش. والالتين اللي حضرتك اللي انا قلتها، البون جرافت والسبون دي لازم مش موجوده عندي، عشان لانها مهمه، يعني هيفتح ويعمل يقول لي فين الجرافت، اقول له ما عنديش. نعم. كويس. فبس ياخد من ياخد ويدج من فوق ولا بتاع، كان بيحط البون جرافت وكانت بتطلع جميله جدا، ويغطي اللي هي ويعمل كفرج اليد، والحالات كلها الحمد لله على مدار 2-3 دلوقتي فيش ايفين حصل، والحالات ماشيه. جميل. كان في حالات منها بايلاترال، عمل واحده عندي وبعتها له تاني يعمل الثانيه في بس الاشكاليه دي، الاشكاليات بتاعه المستشفى عندنا هنا. نعم. وعلى اساسها بقى اختاروا انتوا هنعمل التحويل ولا حد يجي لنا يشتغل عندنا. نعم. يعني كامكانيات انا مش شايف ان في مشكله في الامكانيات، الالات والتعقيم والكلام. نعم. ده كله الا في الحالتين، في الحاجتين اللي انا قلتهم دول. جميل. ما عندناش جميل. الاله ديت ولا عندنا البونجراف، فاذا كان نقدر نتغلب على دول يجيبهم معاد الطبيب يبقى احنا جاهزين، الطبيب يجي يعمل هنا زي ما حصل مع الدكتور زايد مره واثنين وثلاثه اربع حالات، اربع حالات دي دي اتش، وزيهم مثلا اربع حالات دندون. نعم. بالنسبه لي انا محتاج حاجه من الملك فيصل، انا عايز البروتوكول بتاع المانجمنت، البروتوكول. نعم. الرسمي بتاع المانجمنت بتاع الحالات ديت. نعم. يا ريت لو حضرتك تبعته لينا بالفاكس، هاو تو مانج دي دي اتش من اول ما يتولد لغايه الليميت تايم، الايج ليميتد تايم اللي هو مثلا حد 6 سنوات، اكيد في بروتوكول عند حضرتك باذن الله. نعم موجود. يبقى في هارموني بيني وبينك، ما بقاش انا بمشي تبع بروتوكول اللي اتعلمته في مصر مثلا، ويبقى في مثلا في اشكاليه في لا اصل الحالات اللي زي دي احنا بنعمل لها كده بنفضل. نعم. يعني في الدي دي اتش يعني فيها شويه عين العقل بسيط. عين العقل يا دكتور احمد. في واحد يحب استيوتومي وما يعملش فيمورال شورتنينج، ما في واحد لا يقول لا خلاص الاستيوتومي كفايه. نعم. واحد يعمل الاثنين الروتيشنال استيوتومي، الكلام ده كله احنا عايزين البروتوكول بحيث لما تيجي الحاله نبقى فاهمين الاستشاري او الاستاذ اللي جاي لنا هيشتغل معانا هيمشي على انا بروتوكول انا امشي عليه. جميل جدا. اذا دكتور احمد اللي فهمته من كلامك انه انتم عندكم خبره الحمد لله في تشغيل العمليات في السابق، وعندكم برضو عزيمه انه العمليات هذه تستمر عندكم من وقت الى وقت، بحيث نوفر برضو على المريض السفر حتى للرياض لاجراء العمليه. يا ريت يا ريت. طيب هذا شيء يعني جدا جدا مفرح لنا صراحه. احنا بس الاهم يا دكتور احمد، النواه الاساسيه لكل الحزمتين اللي هي العياده المشتركه. تمام. نعم. وانه واتوقع الاستاذ عبد الرحمن يعني لا يعني ما راح يالو جهدا في مساله تنسيق العياده وترتيبها، واحنا كمان راح اتواصل معاك انا شخصيا عشان نوحد الافكار ونوحد الجهود في هذه العياده، بحيث انها تكون اليتها واضحه للجميع، تغطيتها واضحه ومتطلباتها واضحه بالكامل. بالنسبه للعمليات يا دكتور احمد، اذا طبيب التخدير هو ما يجد انه يعني في راحه كامله لتخدير الاطفال اقل من سنتين، معناته انه الاقل من سنتين يكونون في الحزمه التشخيصيه، والاكثر من سنتين نخليهم في حزمه الجراحه. هو معظم الحالات عندي بتبقى سنة وثلاث شهور، سنة وست شهور، الحالات دي اللي هي بصراحة كان الدكتور زايد يقول أنا عايز السن ده. احنا ما عندنا مانع نسوي عمليات الى 6 سنوات، ما عندنا مشكلة. بشرط احنا المركز اللي راح يعني زي ما تقول يحتوي هذه العمليات يا دكتور احمد، طبيب التخدير لازم يكون على خبرة بتخدير الاطفال، ويكون معانا كمان طبيب اطفال في المستشفى. في بعض مستشفيات وزارة الصحة انفصلت الاطفال عن العظام، صار في مستشفى نساء ولادة مع أطفال، ومستشفى للكبار فيه جراحة العظام. فأنا لا قدر الله لو المريض صار له أي كومبليكيشن من الأنستيزيا أو السيرجري، ما في بيدياتريشن تو لوك أفترهم، يعني يرعاه بعد العملية. لو مثلا صار له تشيست انفكشن ولا صار له أنيميا ولا أي حاجة، وجود البيدياتريشن في المستشفى بالنسبة لنا مهم جدا. لا موجود عندنا، موجود عندنا استشفاء. معناته انتم يا دكتور احمد البنيه الاساسيه حقتكم تستطيع تستوعب هذا الشيء بكل سهوله الحمد لله. ما عندناش غير الحاجتين اللي انا قلت عليهم، هم دول النقص. الاجهزه جهاز الاشعه اللي في العمليات السي ار موجود عندكم؟ موجود. خلاص موجود. اذا تقنيا العمليات امرها بسيط، اي جهاز ناقص، حتى احنا ممكن اول العمليات نجيب الاجهزه كامله معانا،
عشان لما نقارن اجهزتنا باجهزتكم نشوف الناقص ونصير ناخذ الناقص معانا في كل الزيارات القادمه. طيب انا بتكلم مع رئيس قسم التخدير. نعم. وبحيث لو هنبتدي الحالات اتفاهم معاه بحيث ندي حضرتك الراي الاخير بالنسبه للتخدير. مهم جدا. طبعا انا فاهم ان حضرتك تقصد ايه بالظبط بالنسبه للتخدير. نعم. يعني ما يعمل لنا مشكله واحنا شغالين، ولان التخدير مشكلته ده حياه البني ادم يعني ما في شك ما في شك. فاحنا هنتكلم مع رئيس قسم التخدير، يبقى دي النقطه اللي باقيه لنا. نعم. هم خدروا وديا، خدروا فريندلي، لكن هم عندهم المقدره على التخدير. لكن نعم. انا اخاف يقول لي الاجهزه اللي عندي اللي بخدر بيها سواء الفلوتيك اللي بيشتغل عليه او الجهاز. نعم. التخدير ما يكونش. نعم. مناسب للاطفال. نعم. فاعتقد هو الدكتور بسام بيقول ما فيش مشكله في الاجهزه. نعم. لكن عندي رئيس قسم التخدير متعاون جدا وخدر لي حالات وناس اخصائيين كتيره مخدرين ما شاء الله عليهم، لا عندهم الامكانيه، وعملنا زي ما قلت حضرتك 5 حالات ما حصلش منهم اي مشكله بالنسبه للتخدير. ممتاز جدا. عفوا الامر هذا جاي من الوزاره ولا جاي من المنطقه التخدير؟ هو من المنطقه. كان زمان ما فيش جهاز التخدير تقريبا بيختلف للطفل عن الادلت، فكان القرار ده موجود اللي هو ما نخدرش في مستشفى انا اقل من 2 سنين. لا انا قصدي اللي اصدر القرار هذا من المنطقه او الوزاره، يعني هل مديريه الشؤون الصحيه اللي اصدرت القرار هذا؟ فنحن نتفاهم مع الوزاره مع الشؤون الصحيه، اذا من الوزاره امر اخر. تمام. خليني اعمل كلاريفيكيشن للحاله دي. طيب. للحكايه دي. طيب. مع دكتور الاستشاري التخدير اللي عندنا رئيس القسم، وارد على حضرتك، بس ان شاء الله مش هتبقى مشكله. النقطة الثانية ان انا عايز بقى في العيادة المشتركة. نعم. نسمح مثلا بحالات غير الدي دي اتش. ما في مانع. ما في مانع. لو عندي طفل تاني محتاج ان انا استشير فيه. ما في مانع ابدا. بحيث نوسع المجال، لان انا مثلا بتجي لي كم حالة دي دي اتش في السنة؟ بتجي لي مثلا 3-4 حالات. نعم. في السنة. لكن بتجي لي كم حالة طفل انا محتاج استشاري اسند عليه. يعني نعم. حضرتك عارف برضو في عندنا بروتوكولات تحكمني انا لو عملت مانجمنت المريض هيقول لي ما استشرتش ليه. واضحه النقطه دي. نعم. يعني انت ازاي تشتغل وانت لا ابدا احنا موضوع هبي، لان عظام الاطفال دلوقتي بقى تخصص. نعم. يعني بقى لا تخصص. لا احنا في تم الاستعداد دكتور احمد. لكن احنا برضو يعني انا راح ابلغك وبلغ الاستاذ عبد الرحمن بالآلية والهيكلية المفروض أنها تكون عليها العيادة هذه، لأنه تعرف هي عيادة مشتركة، إحنا أنتم عندكم وقت محدود وإحنا عندنا وقت محدود، فلازم نحدد العدد ويكون لها برضو جدول زمني واضح. مثلاً تكون خلينا نقول أول يوم ثلاثة من كل شهر ميلادي أو كل شهر هجري، بحيث أنه تجمع الحالات فيها للعيادة المشتركة هذه يتم فيها التشخيص. وإذا كان في وإذا كان ما في حالات كثيرة من الهيب ديسبليزيا، طبعاً الهيب ديسبليزيا بتكون لها الأولوية، لكن اذا ما في قطعا الحالات اللي احنا نرحب باي حاله عظام اطفال. بس بحاول اوضح حاجه، انه الان على اتفاقنا مع المستشفى الرس انه مستشفى الرس هي تكون مسؤوله عن حالات الديسبليجيا في منطقه القصيم، يعني حتى المستشفيات الثانيه حتجي تعمل حالاتها عندكم هنا، هذا الاتفاق. ما فيش مشكله، يعني احنا الموضوع الاساسي هو الخلع. نعم. لكن إذا كان في إمكانية نشوف بعض حالات تانية فحسب الوقت المتاح. على الرحب والسعة. على الرحب والسعة يا دكتور أحمد. يبقى إحنا بقى عايزين البروتوكول إن شاء الله. بإذن الله البروتوكول والعيادة وبنية العيادة إن شاء الله بتوصل نهاية إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. خلينا بس نعطيك نبذة بسيطة جدا على العيادة المرئية. إيش رأيك يا بدوية؟ طيب. تفضلي. السلام عليكم. بدوية محمد محمود، أنا منسقة العيادات المرئية بمستشفى الملك فيصل التخصصي. عندنا في العيادات المرئية بيكون في الطبيب المختص الاستشاري من التخصصي، والمريض بيكون في الجهة الأخرى، زي الحين العيادة هذه اللي راح تبدأ فيها الحالات هذه، وحتى بعد العملية حتى لو المريض جاء هنا وبعدين نبغى نتابعه من هناك بيكون إيش، ممكن الأخ عبد الرحمن يتعامل معنا ويعرف، بيجي المريض على
موعده الدكتور بيكون في الناحية هذه، بيكون مسبقا في أشعة أو في عرض الأشعة وقتها وبينشاف المريض، بس لازم قبلها يكون في تنسيق بيني وبينكم على أساس يعني ما يكون في انتظار طويل، مثلا الأجهزة تكون شغالة كويس، الصوت يكون مضبوط وكل شيء. فبيكون دائما أبغى لي أسبوع على أساس إنه يكون في ترتيب مسبق في العمليات هذه. الأجهزة متوفرة عندكم موجودة، لو في مكان ثاني تبغى فيه العيادة برضه بيكون بنحط لكم سيت أب اللي هو الكاميرا والشاشة، وهي المتر أوف جست كولينج كأنك بتتكلم على تليفون، يعني في تليفون وهذا بتكون في. طبعا هي تشرح لكم الآن كالعيادة، الآن الكونسبت المفهوم حقنا اختلف، الآن حيكون ما حيكون من الجهة الأخرى بس المريض، حيكون مجموعة أطباء أو طبيب يتناقشوا بالحالات، فتصير مثل اللي هي كيس ديسكشنز وزي زي كذا. يعني في الحالة هذه بالضبط العيادات تبع العظام بيكون في دكتور من عندكم طبعا، ممكن في ممرضة ويكون في طبيب من عندنا هنا، فبيكون في تعاون بينهم وبينهم. الحاجة الثانية اللي نحتاجها أن يكون في المكان اللي احنا نشوفه، ما حيكون طبعا في القاعة هذه، حيكون في العيادة. العيادة تكون فيها وسيلة أن ممكن نشوف فيها الأشعة مباشرة تدخل على الجهاز عندنا فيشوفها الدكتور هنا. هذه نتفاهم فيها مع عبد الرحمن إن شاء الله بإذن الله. ممتاز، ما احنا ممكن نرتب العيادة هذه عندنا ما هي مشكلة، بس احنا ترى قضيتنا القائمة هو الكاميرا المتحركة. إن شاء الله مبدئيا ممكن يعني نبتدي في القاعة، يعني لو هو المشكلة يعني على أساس إن الاستشاري هناك هيشوف قدام الطفل وهيشوف الإكزامينيشن بتاعنا، هيشوف الأشعات اللي احنا عملناها، ولذلك أنا بطلب ليه البروتوكول علشان أجهز له كل الانفستيجيشن المطلوبة، مثلا لو حالة قبل 6 شهور أنا طالب منك يا دكتور عون الإكس راي، عايز بوزيشن معين، عايز ألترا ساوند الريبورت بتاعه مثلا بعد 6 شهور، أنا عايز منك إكس راي، عايز منك الوضعية، هل في وضعية معينة، هل أبدكشن، بحيث أبقى أجهز عندي كل اللي هو مطلوب في مثل هذه الحالات، إيه الانفستيجيشن اللي عايزينها، إيه الهيستوري مظبوط اللي عايزه، أسأله على إيه، جايز في حاجات يعني تكون خاصة بيهم بيبقوا محتاجينها، خاصة بيكم يعني تقولون عليها احنا نعملها، بحيث المريض يبقى جاهز قدام كأن طيب. حضرتك شفته في العيادة عندك ممتاز مرة طيب. والمرة الثانية تبقى عندنا جميل جدا. نحتاج منك الآن الله يعطيك العافية بعد ما يستشير الدكتور التخدير انكم ترسلون رسميا اي الحزمة اللي انت تبغوا تستخدموها وتعملوها، حتى هنبدأ نشوف متى الوقت المناسب. وبالنسبه للدكتور نحتاج بس ترسل لنا خطاب ايضا انه تقول تاسيس فيرتشوال كلينيك، نعم، وتختار اليوم اللي تبغاه لنرسل اللي لنا احنا في باذن الله ان شاء الله، بعد نبدا ناسسها وتختاروا انتم الديت اللي يناسبكم طبعا بالتنسيق مع بعض، تختاروا اليوم اللي يناسبكم ويصير احنا ناسسها رسميا عندنا العياده هذه ان شاء الله. بالضبط هو ابو عبد الله، بس احنا طبعا خاطبنا صحه القصيم طلعنا خطاب رسمي انه مستشفى الرس رايح يستضيف المشروع هذا، جميع الحالات في منطقة القصيم توجه لمستشفى الرأس. ممتاز. جميل جدا. يبي من الدكتور ثامر فضلا لأمرا يعني مثلا إيش السن اللي ممكن يستقبل المستشفى؟ نعم. أساس يكون بالإعلان مثلا عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق صحة القصيم يكون الإعلان إيش العمر المستهدف؟ نعم. حدنا ما يجي خارج الأعمار. لا كل الأعمار لحد 6 سنين مش حضرتك من صحيح. معايا على نعم. إجابتي صحيح. نعم من أول حتى إلى 10 سنوات. اي حالات خلع نعم. للولاده الى 10 سنوات. نعم انت حطها عموما لا تحط الولاده 10 سنوات، انت حطها حط اي حد اي حد إيه عنده لا ما تدل على الله، المسكين الثاني الكبير ذاك ممكن يتحول للرياض تحول انت تعرف احيانا بعض الله مثلا احيانا يجي واحد مثلا عمره 30 يقول انا كان عندي خلع ولادي، فانت بتحدد لا ما هي احنا حنحدد الاطفال ان شاء الله اللي عندهم خلع، والاطفال عندنا لحد 12 سنه لان طبعا بعد كده ما في اشكاليه خلاص بإذن الله. تمام. وبعدين احنا ممكن تبقى تشخيصيه علاجيه وبعدين تتقلب تشخيصيه تحويليه، لو مثلا الاستشاري قال لي يفضل ان انا اللي اعملها هنا في المستشفى عندي، لا الحاله تحتاج ان هي تتعمل في الملك فيصل ما تتعملش في الرأس، ما فيش مشكله جمع يعني احنا مش مرتبط تحويلي تشخيصي او تحويلي علاجي، مين اللي هيقول لي عليه استشاري اقول له انا امكانياتي كده المريض كده هل تعملها عندي ولا حولها. جميل جدا. بس انه نتفق يا دكتور احمد انه البروتوكول
يكون موجود وواضح للجميع، والعيادة تمام. تبنى إن شاء الله. العيادة هي الأساس أنا بالنسبة لي، يعني لأنه العيادة تقتصر على علينا في التخصص، تقتصر عليكم أنتم في القصيم، والأهم المريض. تحتاج دكتور. يعني أنا أعرف كثير من الأطباء اللي يشتغلوا في البريفري عندهم خبرة وعندهم علم واسع جدا، لكن الأهل تطلع شائعات في المنطقة إنه المستشفى هذا ما يعرفون يشتغلون أطفال مثلا، فمهما حاول يقنعهم إنه يسوي العملية عنده يرفضون الأهل، ودينا للرياض، ودينا الجدة، ودينا ما أدري إيش. فإذا كلمهم واحد من الرياض وقال لهم يا جماعة this is يعني هذا هو الستاندرد أوف كير، العلاقة تتحسن والأمور تكون بأفضل ما يمكن. بالنسبة لنا احنا هنا ما فيش مشكلة في النقطة دي خالص، اللي إن شاء الله أنا هقول عليه هيتعمل إن شاء الله خير رب. إن شاء الله يعني لا بس أنا أقصد يا دكتور أحمد، أنا أقصد يا دكتور أحمد وجودنا معاكم أونلاين وأنه الدياغنوسيس جاي كمان من الرياض واتفقوا مستشفى الرس مع مستشفى الرياض، هذا يعطيهم راحة أكثر الأهل إنه ما يروحوا هم بيفضلوا أنها تتعمل عندنا هنا جميل بدل جداً. ما يروح الرياض جميل يعني جداً. معظم الحالات خلينا معاك يا دكتور عون ومعانا الاستشاري بتاع الرياض، هم مجرد ما يسمعوا الرياض ما بيقولوش لا خالص، بس حتى المكان بيفضلوا ان هو يكون جنبهم طبعا. على خير ان شاء الله، على خير ان شاء الله. تحتاج تروح هناك ولا تكتفي برؤية الدكتور؟ احنا ودنا والله الدكتور ثامر يجي لعندنا في الرس يشوف البيئة برضو الواقع، يعني مو ما في مانع ابدا، نرتبها ان شاء الله قريب يا استاذ عبد الرحمن. بالمناسبة احتمالية كذا خليها يوم ثلاثاء بعد اسبوع او بعد اسبوعين ان شاء الله نشوف الامكانية. بالمناسبة مستشفى الرس يعني رائدة ولها تاريخ كبير في التعاون مع مستشفى الملك فيصل من خلال برنامج التعاون الطبي، يعني ما فقط في العظام، في كل التخصصات الثانية، الجراحة العامة، الجاسترونترولوجي وغيرها من التخصصات المختلفة، ما اليوم من سنين يعني. هذا أمر واضح، هذا أمر واضح إنك تتكلم مع ناس معتادين على الأمر وخبراء في الأمر، يعني ما شاء الله بارك الله جهودكم جميعا. دكتور صوتك ترى حلو، يمكن نستعين فيه بالمقدمة حقة البرنامج. مين؟ دكتور صوت حلو عايزينه يعمل المقدمة حقة صراحة يعني مستشفى الرص يعني كان أول مستشفى طبعا تعامل مع مستشفى الملك فيصل التخصصي من سنين، وعندنا ناس عدة راحوا تدربوا عندكم في مستشفى الملك فيصل التخصص وجوا راجعين هنا والحمد لله موجودين عندنا حاليا. نعم. أخ عبد الرحمن أرجو أن يديكم هيستوري كامل عن التعامل مع المستشفى الرص مستشفى الملك فيصل التخصصي. هو الأستاذ أبو عبد الله أساسا كل الإحصائيات تمر من خلاله، فما في حاجة. نعم. بإذن الله أنا أشوف أنه توفرت بإذن الله كل اللي هي عوامل النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن نحتاج خطة بالفعل نبدأ متى وكيف نقيم. نحن طبعا هيدخل معانا إدارة ثانية اللي هي في الجودة، هتقيم عملنا وكيف الأعمال والمرضى وكيف نشافوا، ومن الأشياء اللي هتأخذوها علينا اللي هي القاعة هذه ترى اللي هي أنه يبغى برايفسي ويبغى تكون في غرفة وما تكون ممر لأحد، هذه أساسية عندنا فيها. إن شاء الله في المستقبل. العيادة جاهزة أبو عبد الله، العيادة جاهزة، بس إحنا نحتاج الكاميرا فقط. إن شاء الله. إن شاء الله الأمور تغيرت. لعلها تصير أحسن إن شاء الله. يا كريم. إن شاء الله. بإذن الله. بشرة طيبة. شكرا جزيلا. الحضور. شاكر جزيلا. إحنا منتظرين البروتوكول إن شاء الله. بإذن الله وأنت طيب إن شاء الله دكتور أحمد. الله يعافيك. شكرين احنا اللي متشكرين جدا. الله يحفظك، شرفنا بشوتك يا عبد الرحمن. الله يعافيك. جينا خطابات وكذا بس ما شفناك لهالمره يعني. شكرا جزيلا دكتور، رعاك الله.